اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، وصلنا لفقره حائط صد. النهارده في حائط صد هتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو هو رجاء، رجاء لكل وسائل الاعلام وكل الاعلاميين المحترمين في مصر كلها. جماعه، النادي الأهلي هو ممثل مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي مقبل على مباراتين مهمين جدا مع مازيمبي الكونغولي. الفريق سافر النهاردة بالمناسبة للي ما يعرفش. ممكن بعد إذنكم نقفل ملف الانفرادات والأخبار اللي كلها مشاكل وأزمات اللاعبين والحاجات اللي انتوا عمالين تخترعوها، اللي هي بجد هي مش موجودة. 90% من الأمور مش تسعة، يعني مش هقول 99، 90% من الأمور مش موجودة. ومفيش فريق في العالم ما عندوش مشاكل جوه أوضة اللبس. ولكن مش ممكن. قال لك بيرسي تاو متخانق مع كولر. وأنا ببقى عاتب هنا على اللي بيطلع مثل هذه الأخبار، لأنه من المفترض إن هو يعني ما ينفعش مثل هذه الاخبار ان هي تطلع، لانها ليست صحيحه. اذا كان الخبر صحيح، من حق كل واحد يجتهد ويشوف اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه. لان انا شفت اخبار وانفرادات وعماله تتقال، ويعني انا فكرت ان احنا مش هنسافر من كتر اللعيبه اللي مشيت واللي جت واللي متخانقه واللي مش عارف مخصوم منها ايه. انا قلت يبقى مش هيبقى عندنا لعيبه، هنلعب بالناشئين في مازيمبي بعد الكلام اللي الواحد بيسمعه اليومين ثلاثه اللي فاتوا. طيب هل حضراتكم سمعتوا ان كولر مشي ومضى في اتحاد، مش فاكر، في احدى الفرق في السعوديه؟ سمعتوا الكلام ده ولا ما سمعتوهوش؟ مش عارف بيرسي تاو متخانق مع كولر، ومش عارف حسين الشحات مش مصاب ورجليه مش وجعاه، بس هو عشان كان عايز يريق. ايه يا جماعه الكلام اللي بيتقال ده؟ بجد والله ايه الكلام ده؟ النادي الاهلي اتغلب 2-1 في مباراه بثلاثه نقاط تعدي زيها زي اي مباراه. كان عندنا اخطاء، كولر، انا واحد من الناس اللي شايف ان كولر لم يخطئ الا بنسبه قليله جدا، وكل مدرب في العالم بيخطئ. يا جماعه في مثل هذا التوقيت دورنا هو مسانده، مش انا، مش اسلام، انا كده كده بساند، مش قناه الاهلي، كده كده بنساند، ولكن حضرتك كمان كإعلامي دورك مساندة ممثل مصر في مشواره في البطولة عشان يحقق الإنجاز اللي محدش بيحققه. اللي بشوفه ده والله بقى لي يومين أو ثلاث أيام كل يوم أسكت وأقول لا بكرة خلينا نتكلم في أي حق، أكيد الناس هتسكت. ألاقي إن الموضوع بيزيد أكتر. ده اتقال إنه هناك اتفاق على ان كابتن خالد بيبو هيمشي، وان كابتن سيد على دماغنا من فوق، وعلى يعني واحد من افضل واحسن الناس ومن اقرب الناس الى قلبي وصاحبي وصديقه، بنتكلم كل يوم، ونفس الكلام خالد بيبو. ولكن يا جماعه ما بيحصلش داخل النادي الاهلي كده، الكلام ده غير صحيح ولا يمت للحقيقه باي صله. اصل سامي قمصان متخانق مع كولر عشان سامي مش عارف ايه وكولر ايه. يا جماعه ده طبيعي بيحصل مع اي مدير فني ومدرب عام. هي ليست خناقه، هي اختلافات في وجهات النظر. وكلنا واحنا قاعدين، لو انا مدرب عام وبيبقى قاعد المدير الفني، انا متاكد وانا بقول له رايي ان القرار مش عندي انا، مش عند المدرب العام، القرار عند المدير الفني، ولكن انا بقول رايي وهو اللي بياخد قراره، لأن هو اللي مسؤول عن هذا القرار. فهل أنا معرفش الحقيقة فين، ولكن مش معرفش الحقيقة فين، أنا متأكد 100% لأنه ده زي ما كنت بتكلم على موضوع الكابتن خطيب. أنا هنا عارف إن ده أسلوب عمل داخل النادي الأهلي، سواء بالنسبة لموضوع كابتن خالد بيبو وطلبات كولر في هذا الأمر، أو بالنسبة لموضوع كابتن سامي قمصان ومستر كولر. ده اسلوب عمل. اذا كان اخر السنه هيتم تقييم الجميع من خلال مجموعه تستطيع ان تقيم الجميع.
ونقول ان ده يكمل وده يكمل وده يكمل، لا ده يمشي وده يمشي وده يمشي وهكذا. هو ده العلم في النادي، المؤسسه داخل النادي الاهلي، مؤسسه النادي الاهلي. يعني احنا دلوقتي مفيش اي انتقالات. هو انت فاكر ان انت بتقول انفرادات لمجرد ان انت تقول ان مثلا بيرسي تاو مش اتخانق مع كولر فعايز يمشي؟ طب هو هيمشي امتى بيرسي تاو لو عايز يمشي؟ يعني يا جماعه بتقولوا اي كلام، والله اي كلام بيتقال. هي خساره مباراه تخلي الناس كلها تعمل كده وتقول هذا الكلام؟ خلاص نقفل النادي، والله نقفل النادي ونريحكم. اصل احنا حتى لو قفلنا النادي 10 سنين جايه ما عندناش مشكله، لانه الفروق كبيره جدا بيننا وبين اللي بعدنا. لانه انا كنادي لو كان عندي مشكله بعد نهايه مباراه وخسرتها، حتى لو كانت من نادي كبير زي نادي الزمالك او المنافس التقليدي للنادي الاهلي نادي الزمالك، ما احنا مش اول مره نتغلب ومش اخر مره نتغلب بنادي. على فكره انا بتكلم كلام واقعي وحقيقي، بنحاول ان احنا ما نتغلبش ابدا، ولكن كره القدم فيها كل شيء. زي امبارح، زي الماتش بتاع اول امبارح، انت الافضل في كل شيء، في كل شيء. انا لست مع الناس اللي تقول لك انتوا كنا وحشين الشوط الاولاني، لا احنا ما كناش وحشين، احنا كنا كويسين اول 30 دقيقه على الاقل. بعد كده الربع ساعه دي هي اللي بينت ان احنا التشكيل ليس من وجهه نظر البعض يعني. وهنا انا ما بقولش على جمهور الاهلي، لانه البعض بيقولنا كلام ما حصلش. ما اقدرش انا واحد من الناس. جمهور الاهلي واحد واحد، كلهم على دماغنا من فوق، مش انا لوحدي، كل اعلاميين قناه النادي الاهلي، مش كل اعلاميين النادي الاهلي، مش كل اعلاميين قناه الاهلي فقط، ولكن كل الاعلاميين. لانه الجمهور له الحق في ان يبدي رايه طالما رايه باحترام. في ناس تقدر تقول لك ايه، انا بالعكس انا ممكن اخد راي جمهور النادي الاهلي وافكر فيه واقوله لمستر كولر واقوله لكابتن خالد بيبو واقوله لكتير من الناس، والناس بتتقبل طالما من جمهور النادي الاهلي. فارجع تاني للموضوع، ارجو من اصحاب الاصوات اللي على الشاشه يكون هناك عقلانية وتوازن في مثل هذه الأمور، مش مجرد أن أنا عايز المشاهدين يتكلموا يقولوا إيه أصله مش عارف مين ضرب مين ومين عمل إيه، فده تلاقي الكلام ده عند فلان الفلاني. ما الكلام ده يا جماعة ما يصحش، والكلام ده كتير جدا جدا جدا. خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل الفترة القادمة.